يتأنزع أنزع، أي متأنزع. يمشي على رؤوس أصابعه كمشية توني السكران. لا يرى أحدا أمامه لكونه تربى على الدلال والغناج. الشاب الوحيد. تربى الشاب الوحيد على جملة شو ما بده الغالي جيبوله واتركوله، وبدأت نواياه الخبيثة تتضاعف في سن المراهقة إلى أن أصبحت شخصيته دليلا على الأنزعة والتكبر. والشيء الوحيد الذي يزيد في الطنبور نغما إذا كان وحيدا على ثلاث بنات أو أكثر. كتصنيف لأنابيع الحنان والمصاري، يعد العطف والدلال على الشاب الوحيد من أحد الأمور الغير قابلة للطعن، ويكاد يطلق عليه كلمة تفرقة بينه وبين أخواته البنات، لدرجة أنه إذا أراد أن يفقه أعين أخواته يقول الأهل تركوه عنده حب المغامرة والاستكشاف، بده يشوف شو في تحت العيون. في حالة خاصة من الحالات، ألا وهي عندما يكون آخر العنقود شابا وحيدا وقد عانى أهله وسئموا من خلفة البنات، هنا تكون الحالة دبل مع دبس وحار. للشاب الوحيد آخر العنقود صلة وثيقة بالشاب الكيوت، حيث يكون محط تجارب لمكياجات أخواته البنات. فعندما تأتي أحد أخواته بقلم حمرة من بسطة أبو عبدو حي اللقطة بعشرة، تنطلق إلى وجه أخيها وتجربه عليه غصبا عن أنفه إن كان أصليا أم لا. فإذا كانت النتائج مرضية تستخدمه لنفسها، وهذا ما جعل بشرته رقيقة جدا، بالإضافة إلى معارك ماسك الخيار واللبن بالثوم لمعارك الميك اب، حيث تنجرح بشرته عندما يهب الهواء. ينشأ الشاب الوحيد آخر العنقود على مصطلحات بناتية بحت، مما يعزز الهرمونات الأنثوية عنده أكثر من الذكورية، حيث لوحظ أنه من النوادر أن تنبت لحيته، لتصب هذه الأبحاث والاختبارات جميعها وتوصلنا إلى الشاب الأجرودي. بذلك استنتجنا نحن فريق نيودوز جيوغرافي أن الشاب الوحيد آخر العنقود هو شاب أجيو، اختصاراً لكلمتي أجرودي وكيو. ميسي فتح الدكانة بعد ما أكل لتمانة. إنه لشعور جميل أن تكون شاباً وحيداً. في الحقيقة عندما أقول كلمة لا تصبح اثنتين، أي مثل أبو شهاب، تستطيع تلقيبي بعكيد المنزل. في النهاية نود أن نوجه نصيحة للبنات اللواتي يفكرن بالزواج من شاب وحيد. تزوجي وحيد القرن ولا تتزوجي وحيد أمه.